احنا راح نبقى بالتغذية مشاهدينا، والغذاء الصحي السليم بعد الولادة يساهم في تعزيز الطاقة والحالة المزاجية لدى الأم، وخاصة مع تنظيم الوجبات. لذلك تحتاج الأم في هذه المرحلة تناول أنواع الأغذية اللي تمنحها الفوائد المناسبة لها وللمولود، وأيضا لأنها تساهم في حرق الدهون الزائدة ويعني يرجع الوزن إلى حالته الأولى. صباح الخير. صباح الورد. أهلا فيك. مرحلة النفاس مشاهدينا طبعا مرحلة حساسة في حياة الأم. اليوم معانا أخصائية التغذية العلاجية سمية الخب. حياك الله يا سمية. أهلا وسهلا. سمية، بداية خلينا نتكلم عن احتياجات الأم الغذائية مباشرة بعد الولادة، من أجل يعني أنه تستعيد صحتها ونشاطها. نعم، هلأ التغذية السليمة هي حجر الأساس للسيدة تتعافى أو الأم تتعافى من الاستنزاف اللي حصل في جسدها خلال 9 أشهر الحمل. نعم. وأثناء عملية الولادة نفسها. لأنه السيدة رح يعني جسدها يتعب، تستنزف كل مخازن الفيتامينات والمعادن. نعم. خلال فترة الحمل. فهي بحاجة أنها ترجع تغذي جسمها بشكل جيد حتى تتعافى وتشفى جسديا ونفسيا، وتقدر ترضع البيبي ويكون عندها حليب جيد. ممتاز. في خطة غذائية تحتاجها الأم في يعني أول أسابيع الولادة؟ طبعا بعد الولادة الخطة الغذائية المفروض تحاول تنوع يعني تاخذ من مجاميع الغذاء كلها، واهم شيء التنوع. يعني مثل ما انت شايف هون عندنا كالرفول، خلينا نقول فعلا. الالوان المنوعه هاي كل ما تلونت وتنوعت الوان الخضار والفاكهه اللي احنا بنتناولها، احنا بنحصل على انواع مختلفه من الفيتامينات والمعادن. نعم. اللي جسمنا بحاجه لها. فنركز كمان على البروتينات، نركز على الكربوهيدرات الجيده، الدهون الجيده والسوائل، حتى الام ترجع تاخذ كل الفيتامينات والمعادن اللي جسمها بيحتاجها بعد الولادة. ممتاز. خلينا نتعرف على الفيتامينات هذه اللي تحتاجها الأم، وأيضا تساهم في إضرار الحليب والأمور الخاصة يعني بالرضاعة. تمام. هلأ الفيتامينات اللي بتحتاجها السيدة بعد الولادة يستحسن إنها تستمر على المكملات الغذائية اللي كانت تتناولها خلال فترة الحمل على الأقل 6 أشهر بعد الولادة. أوكي. لكن إذا حرصت على إنه تغذيتها فعلا هي متأكدة تغذيتها جدا سليمة، فما تقلق كتير من هذا الموضوع. هلأ أهم الأشياء اللي هي بتحتاجها الحديد بعد الولادة، اللي هو بنلاقيه موجود مثلا في اللحم الأحمر، لحم الخروف، في الكبدة، في السبانخ، الورقيات الخضراء. بتحتاج أيضا فيتامين سي حتى خلينا نقول تصلح التلف اللي حصل في الخلايا والأنسجة خلال فترة الولادة. نعم. والحمل. عندنا الأورنج، البرتقال، الليمون، الفلفل الملون هون غني جدا بفيتامين سي. بتحتاج أيضا لفيتامين دال اللي أحسن شيء أو مصدر إله اللي هو الشمس. الكالسيوم اللي موجود بالحليب والأجبان، كل هاي الفيتامينات والمعادن بتحتاجها. إذا حرصت أنه غذاء هيكون متنوع ومتوازن أكيد هتحصل على كل هاي المغذيات. في أشياء لازم تتجنبها أكيد، بس بدي أقول أول إيش الأشياء اللي بتساعد على إدرار الحليب. هلأ الأغذية اللي بتساعد على إدرار الحليب، الكربوهيدرات الجيدة، عندنا أيضا الكمون، اليانسون، حبة البركة، حب الحلبة، وعندنا برضو الشومر هون موجود بيساعد أيضا على إدرار الحليب. السمسم بيساعد على إدرار الحليب، وكواليتي الحليب تكون جيدة، لأنه لو السيدة ما كانت الأم تغذيتها جيدة بينتج حليب من جسمها بس ما بيكون مفيد جدا أو مفيد بالشكل الكافي للبيبي. ممتاز. طيب الأشياء اللي تتجنبها المرأة؟ الأشياء اللي تتجنبها الأم بعد الولادة اللي هو الأسماك العالية بنسبة الزئبق. هلأ كل حد حسب وين عايش إيش الأسماك المتوفرة بتعمل هي. لأ عادة معروف مثلا التونة إنه عالية، سمك الشارك عالي بالزئبق. هلأ كمية تراكم هاي الكميات في البيبي من خلال الحليب اللي بترضعه إياه الأم ممكن يأثر على الجهاز العصبي المركزي عند الطفل. فلهيك لازم تحرص إنها ما تتناول هاي الكمية، تحدد كمية السمك خلال أسبوع مرة أو مرتين ماكسيمم بالكتير. نعم. تبعد عن الكافيين اللي موجود بالصودا، الشاي، القهوة، من 2 لـ3 أكواب فقط خلال اليوم، لأنه أيضا تراكمها في حليبها. نعم. بينتقل للبيبي وبالتالي ممكن ما ينام منيح، ما يرتاح في النوم. وأهم شيء برضه الأعشاب والخلطات العجيبة اللي الكل بقعد يوصي فيها الأم بعد الولادة. هذه أنت ضد الموضوع. مش ضد الموضوع إلا إذا كانت مثلا موصى فيها من طبيب أو حدا مختص، لأنه هاي الأعشاب ممكن
يمكن ما بتأثر على الأم لكن ممكن تراكمها بكميات معينة يأثر على البيبي. وممكن تكون الخلطة من خلال المكونات اللي أنت يعني تنصحين. طبعا إذا طالما الأكل من الأكل اللي نحن بننصح فيه والمعروف ما في مشاكل أكيد. طيب سمية، مسألة الحليب ومشتقاته، البروتين في الأجبان، هل تنصحين بتناولها يعني للأمهات؟ البروتين كتير ضروري بعد الولادة حتى يعمل على إصلاح الخلايا التالفة وتجديد وبناء الأنسجة، فالبروتينات ضرورية جدا. عندنا السالمون غني بالدهون الجيدة، كمان عندنا الدجاج، اللحوم، البروتينات اللي من البقوليات، الفاصوليا والأجبان والألبان أيضا إذا ما كانت بتضايق الأم طبعا هي ضرورية عشان الكالسيوم، من 2 لـ 3 أكواب خلال اليوم، لكن إذا كانت بتسبب لها نفخة أو غازات وما بترتاح من تناولها فممكن تستبدلها بأي مصادر أخرى غنية بالكالسيوم. سمية، مسألة السعرات الحرارية، في عدد سعرات حرارية يعني رقم معين ولا هي تختلف من مرأة لمرأة؟ هلا كل شخص مثل ما بنقول دائما بيحتاج يعني احتياجه اليومي من السعرات الحرارية بيختلف عن شخص آخر، لكن السيدة بعد الولادة بنضيف على احتياجها تقريبا 400 ل 500 سعرة حرارية للرضاعة إذا كانت بترضع الطفل من غير مساعدة الفورميلا اللي هي الحليب الصناعي، إذا كانت بترضعه فقط منها 400 ل 500 سعرة حرارية، وإذا كانت بتساعد في حليب صناعي من 300 ل 350 سعرة حرارية على احتياجها اليومي، لكن ما تكون كتير ضاغطة على حالها موضوع الوزن ونزوله. نعم. لأنه أكيد هياخد وقت لينزل. باختصار سمية، في مرحلة مفتوحة أنه خلاص هلأ يعني تنطلق ولا مش انطلاق؟ هو تنطلق هي يعني حسب اختيارها، ولكن إذا كانت كواليتي وجودة الأكل غنية جدا. نعم. بالمغذيات فهي أكيد هتحصل على احتياجها من المغذيات من غير ما تكون تحصل على سعرات حرارية عالية. نعم. سمية شكرا جزيلا، أهلا وسهلا، نورتينا. واليوم كان في نقاش حاد. أيوة، بعدين هاني أنت إذا بتلاحظ كل حلقة بنحكي فيها عن المرأة بتكون أنت معي، حكينا قبل عن تغذية المرأة خلال الحمل كنت أنت، وهلأ بعد الولادة برضو أنت، ففي سبورت شكله. والله يعني باختصار أصلي ده أكل عيش. شكرا لك، شكرا لك سمية، يعطيك العافية. خلينا نشوف بعض الإرشادات والنصائح حول هذا الموضوع. شكرا سمية.